واضح يا تاني؟ تاني واضح ولا لا؟ تسمعوا صوتي يا تاني؟ تمام. فقلت لك العملية هذه بس ليس إلا من حيث بس ترجع لك لبداية الإستاك. طيب فالآن إيش عملت؟ عملت هنا أول شي بيكون الـ AB مكان بخلوه يمسك مع الـ ASB، بعدين الـ ASB بيطلع ولا بيصعد، بعدين مشان البقية كل اللي عملتها بالعملية يرجع للـ ASB الأولى، فبتكون لي نفس المكان. طيب تعال شوفوا لي على هنا، بقى هنا كمان نفس الشي لما عملنا له. طيب هنا إيش عامل لك؟ الآن عامل لك موف الـ ABB لمن؟ للـ AB الـ ASB، وبعدين تعمل لي عملية بوب للـ ABB وريتيرن على أساس يرجع لك نفس الأولة، يعني نفس القيمة الأولى اللي كانت موجود فيها الـ ABB. طيب تعال شوفوا لي الآن، شوفوا هذه الدالة الآن نفسها نفس الدالة، ولكن إحنا مثلناها بطريقتين. الآن اسم الدالة في الـ FOO، وفيها كمان نفس الشيء آد للثلاثة بالثلاثة والأربعة والخمسة نفس العملية. فهنا ايش معناته؟ كيف بتعامل؟ يعني الان يقول لك نحن عرفنا كيف تتعامل مع ايش. شوف نحن بالان هذا كله قاعد اشرح لكم، هذا بس، هذا بس ثلاثة واربعة وخمسة، يعني قاعد اشرح لك كيف بعمل A وكيف اعمل B وكيف اعمل C. فقلت لك الطريقة الاولى يا اما نستخدم الريجسترات، او الطريقة الثانية نستخدم الاستاك عن طريق البوش، وبعدين كيف نحل حكاية البوب ونرجع لنفس نفس المكان عن طريق ما نستخدم الاي بي بي. بس الآن هذه المشكلة حق الـ ABC والثلاثة أربعة خمسة. طيب الآن ايش تشوف هذه حكاية المتغيرات المحلية؟ كيف بعالج المتغيرات المحلية بداخل الأسمبلي؟ نرجع، المتغيرات المحلية بالأسمبلي بتكون على هذا الشكل، هذه اللي هي دي، كيف بحلها؟ طيب يقول لك شو بعمل هنا، في معك لوكال فاريبل، يقول لك شورت ليفد لايفد. ايش معنى شورت لايفد؟ معناته انه قصيرة، بمجرد بس يكون مدى حياتها بداخل الأتري، بمجرد ما اخرج من الأتري ما عادش موجودة. فسو دونت نيد بارامتر لوكيشن ان ميموري. هل تحتاج هنا تخزن بالذاكرة؟ أديها، هل نحتاج نخزنها بالذاكرة؟ لا ما احتاجش. ليش ما احتاجش؟ لأنها لأنها حياة مؤقتة. ممتاز، لأنها أصلا مكان فترة واحدة، بمجرد ما أخرج من الآت بتخرج. فهنا سايز ناون ان ادفانس، فبالتالي الحجم حقك معروف، لذلك ما تحتاجش إنك ترجع له للهب، او انك بتعرفه على الهب، او بتعمل له حجز بالذاكرة. ما بحتاجش، لا احتاج حجز بالذاكرة ولا احتاج انني يعني اعمل له اي متغير. لذلك so the function just use the top of its stack، يعني انا بستخدم فقط توب الاستاك من شان ال A وال B وال C، ماليش علاقة بال D. لذلك يقول لك store local variables on the top of the stack، يعني الان بما انه احنا ما نحتاجهاش، فقلت لك يمكن احنا نعرفها بداخل المتغيرات الموجودة عندك. او هنا شوفوا الان معي هذا قيمة الاستاك، بخزن ال A وخزن البي، عفوا ببدأ بالسي، ببدأ بالسي بعدين برجع بالبي بعدين برجع بالاه، وبيكون هنا ماسك لي، على فكرة بيكون هنا ماسك لي البي، وهنا قيمة الاستاك، بيكون هنا ماسك لي الاي بي بي الاي بي بي، وهنا بيكون ماسك لي ايش الاي اس الاستاك بوينتر اي اس بي. ولأن هذين المتغيرات الآن مش مهمة، فإيش بروح مشان أتجاهلهن؟ أقفز الـ ASB اللي بالقمة وأخليه يساوي الـ ABB، فكأننا رجعنا كلنا نفس المكان، وهذا ما لناش أي علاقة فيه على أساس يتم عملية الريتر. لذلك هنا يقول لك store local variables on the top of the stack، بعدين the local variable disappear. إيش معنى disappear؟ بعد ما تستدعي الدالة وترجع return بيعمل لك عملية خروج من هذه الدالة. فكيف بعمل لها؟ إنني أقفز الـ ASB وأرجعه يمسك نفسه مع الـ EBB. الكلام اللي أقوله واضح؟ أيوة ثاني ما فيش أي سؤال؟ يمكن تعيد سريع. طيب شوفوا إحنا إيش قلنا؟ قلنا لو في معك متغيرات الـ A والـ B والـ C والـ D، الدي طبعا هذه ما لهاش اي داعي ولا نحتاجها، ولا نحتاج ان احنا نخزنها بالذاكره. المفروض بعد ما تستدعي داله الاد ينمسحين، فكيف بعمل؟ اروح ادخلهن للاستاك. لما اكون قدني بقمه الاستاك،
اشترجع للبداية، معشش اعمل لها بوب بوب بوب، لا بشتيهنش لانه محتاجة انجني، خلاص كملت الدالة، فروح اقفز حق الباونتر بدل ما كان ماسك بقمة الاستيك، ارجعه للبداية وكذا كأنني مسحتهن. فهم لكم قصدي؟ ايوه طيب نيجي نشوف، تعال شوفوا له، فشوفوا الآن هذا المثال، شوفوا الطلاب اللي مفتهملوش كمان هذا المثال يوضح لك. هنا يقول لك local variables of the query are allocated on stack، كيف بعملها على الستاك، وبعدين allocation done by moving the stack pointer، كيف بعمل الموقع من خلال ما الستاك بوينتر اطلعه اطلعه اطلعه، تمام؟ هنا مثال، هنا مثال، شوف في معاك المتغير الاول، اشتي ادخلها هنا المتغير الاول والمتغير الثاني. طبعا انا الان شوفوا الان الكل يركز مع على هذا، بمجرد ما اقول له بوش 4 للاس بي، ايش معناته؟ ايش معناته؟ يخصص له مواقع في الذاكرة يعني. طيب لما هنا قال لك صب 4 وليس بي، ايش بيعمل؟ ها ايش بيعمل؟ انت طيب خلى الموقع اللي أربعة. شوفوا بوش، هي قالت هلا بوش، هو وشوف ايش اللي بيعمل هو الان. الان هل احنا عملنا عملية بينتقل بوش الموقع، ولا عملية نقاص؟ نقص لي للموقع مقدار 4. موقع مقدار 4، فبالاول كان هنا، مش يعني بالاول قلت لك الاي اس بي والاي بي بي بيكونوا بنفس الوقت بنفس المكان، هنا الاي اس بي أنا ما نقص بيطلع. ممتاز، فهنا الاي اس بي وهنا الاي بي بي، لما ننقص مقدار 4 بيرجع هنا، بيرجع هنا الاي اس بي، هنا بيرجع الاي اس بي، هذه ما عاد تكونش هنا الاي اس بي، يرجع هنا الاي اس بي، هنا الاي اس بي. طيب لما عملت نقص 4 مرة ثانية، ان ويبون بيرجع الاي اس بي، هذا مين مسح؟ رجع وين؟ بيرجع هنا، عرفنا؟ وضحت الفكرة؟ لا لا، عيد عيد ممكن ايوه تعيد. طيب ايوه ايوه شوفوا الآن نرجع نعيدها مرة ثانية، بس خليني بعد الأولى، شوفوا معي بالبداية، بالبداية هو دائما يكون الـ ASB، طيب خلينا نقول هذا الـ ASB دائما دائما يكون بالبداية هنا مع الـ EBB، فلما قلت نقص لي منه 4، فهنا لو كان هذا بالألف والأربعة، لو كان هذا بالألف، خلينا نقول هذا بالألف واثناعش، ألف واثناعش، فلما نقصه بأربعة، ألف واثناعش ناقص أربعة كم يرجع؟ ألف واثناعش ألف ناقص ثمانية أربعة ألف وثمانية، هنا بيكون، هنا بيكون 1008، فبالتالي بدل ما كان يؤشر على هذا الموقع بيرجع لي من يؤشر على من؟ الألف والثمانية، تمام؟ لأنه كان يؤشر على هذا الموقع الألف والاثناعش، الآن رجع على 1008. طيب لما عملت صب مرة ثانية، لما نقصته الآن الـ ASB، لما نقصته بأربعة كم؟ 1008 ناقص أربعة كم رجع؟ ألف وأربعة. 1004، صح؟ معناته بدل ما كان الآن الـ ASB، بدل ما كان مؤشر للـ ASB اللي 1008، يرجع مؤشر لل1004، يرجع مؤشر لهذه، وضحت؟ تمام. اللي سألني هو الواضح بالنسبة له الآن، اللي سأل هو ايوه الواضح. خلاص طيب خلاص تمام. الآن هذه التعليمتين أقدر أختصرها بيني، منشان أقفز من هنا لهنا أقول له نقص لي الـ ASB بمقدار 8، لو إلا إنه 1012، 1012 نقص منه 8 بترجع 1004، يعني كأنه يقفز لهنا مباشرة، فهذه العملية تكافئ على الثنتين، لأنه أنا بدل ما أقول نقص 4 ورجع نقص 4، بقول له مرة واحدة نقص 8، واضح؟ طيب هذه العملية، هذه العملية يمكن أكتبها بطريقة ثانية، نفسه بكتبها بهذه الطريقة، فبحيث إن الـ ASB نقصه بمقدار 4، وبعدين الـ ASB الـ ABB نقصه بمقدار كم؟ نقصه بمقدار 8، هذه لو نحن نقدر نعمل، بدل ما نعمل صب نقدر نقول سالب 4 وسالب 8.
لأنه هذه بيعمل هذه زائد هذه، فلو كانت هذه مثلا 1012، 1012 ناقص 4 ترجع 1008، ولو كانت 1012، 1012 ناقص 8 بترجع 1004. هي نفسها، يا تعمل بهذه الطريقة يا تعمل بهذه الطريقة أو مباشرة بهذا الشكل، فثلاث طرق ممكنة نفس المكان، واضح؟ هل نطلق لأي شيء؟ لعملية يعني إنك تنقص بداخل الذاكرة، بدل ما أقول له الـ ESB نقص منه 4، بقول له سالب 4 ABB. هذا الموقع يودي لك لهذا الموقع، افتهم لك؟ ايوه طيب نيجي على، فشوفوا الآن، يا إما بقول له الـ ESB نقصه بمقدار 4 شرجع له هنا، نقصه بمقدار 4 شرجع له هنا، أو أقول له الـ ASB نقصه بمقدار 8 بينطلق مرة ثانية على هنا، أو أقول له سالب 4 و ABB. يعني الـ ABB اللي لو كانت 1012 نقصها بمقدار 4، لأنه ليش؟ لأن هي عبارة عن زائد، بس لأنه رجعت، لأن دي ناقص مش زائد، بترجع ناقص. ومش أنه قلت لك هذا ما عاد أزوده، فإيش بيعمل؟ لو افترض أنه 1000 و12، لو افترضنا 1012، هو المفروض نعمل له زائد الرقم اللي هنا، الرقم اللي هنا ايش رجع؟ سالب 4، اللي بيكون سالب 4، فايش بيكون ناتج العملية هنا؟ 1014 زائد في موجب بسالب، بيكون 1012 ناقصا 4 اللي ايش بتساوي؟ ايش بتساوي؟ 1008. بالضبط، مش هي نفس التعليم الأول ولا لا؟ مش هي نفس هذه ولا لا؟ هذه صح ولا لا؟ وهنا لما تنقصه من 8 بيرجع لك 1002، وهكذا. طيب تعال شوفوا لي على، نيجي نشوف على اللي البرنامج، يعني هذا نفس الآن اللي يوريك كيف توصل للذاكرة. طيب تعال شوفوا هذا المثال، معك دالة تسمى add 3، هنا ايش قايل لك؟ allocate space for d. ايش معناته for d؟ يعني انه بيجيب لك قيمة للd، بعدين اطرحه منه 4. ليش اطرح منه 4؟ مشان اتجه للثانية. بعدين هنا يقول لك move القيمة اللي انت تشتري حسب ما كان تحطها بالسالب 4 وال ASP. طيب هذه كيف بنعملها؟ هي زيها زي لما شرت لكم هنا وقلت لكم نقصوا 4 ونقصوا بالسالب 4، هي نفسها. وعلى فكرة انتم لما تاخذوا عملي بيجي يجيب لكم كل مثال، هذه الأمثلة كل مثال منهم بتكملوه مع أستاذ العمل. طيب نيجي على هنا، فبيقول لك الآن كيف بتعامل مع الريجسترز؟ لو أنا معي ريجستر بداخل استدعاء الدالة كيف بتعامل معها؟ How do caller and call function use same register without interference؟ هنا register are finite resource. إيش معنى finite resource؟ معناته إنه محددة، فقد نقول each function كل دالة should have its own set of register، كل دالة في معها حقها الريجستر الخاص فيه. عساس كذا قلت لك لما غيرنا الريجسترات ما بين متغير ومتغير ثاني حصلت لنا مشكلة. فبالتالي الرياليتي بالحقيقة all function must use the same small set of register، يعني كل دالة انت اصلا كم معك ريجسترات؟ مش انا قلت لكم ابحثوا وشفتم انه في مثلا معك الاي اس اكس، الاي بي اكس، الاي دي اكس، مش معك اكثر من كذا. فلما انك تستدعي اكثر من داله بتضطر تغير الريجسترات، وانا مش هغيرهم. لذلك احنا استدعينا هذه المشكله وحليناها عن طريق ان احنا بندخل المتغيرات لداخل الستاك، حتى لو معك 100 متغير، لانه انا ما بيجيش معي 100 ريجستر، فمن شان ما تحنفش بالريجسترات والعد القليل للريجسترات، ولان معي فانكشن قد استدعي 3 4 5 6 10 فانكشن ومعي عدد قليل من الريجستر، فحطهم بداخل الستاك. فهنا بنستدعي بدالة الريترز وبنعمل بعملية البوش. طيب تعالوا شوفوا لي هنا، فايش الحل؟ زي ما قلت لك، يا اما نحفظ الريجسترات على الستاك، وهذه زي ما عملنا الان بحيث ان احنا استخدمنا الستاك بوينتر والاي بي بي، وهذه نفس الكلام اللي يقول لك هنا. طيب فشوفوا الان، لأن لما مثلا معك الريجسترات لـ EAX والـ EDX والـ ECX، يقول لك الآن قد كيف بعملهم الـ EAX والـ EBX والـ EDX وأنا أتعامل مع ريجسترات؟ إيش اللي بعمل؟ بروح أحفظ، لو أنا هنا شوف أنا الآن بالبداية، خليني بس أجيب لك القلم، أنا الآن ببداية هنا، إما يكون بداية البرنامج، فبمجرد ما الدالة فيها الـ ECX والـ EDX والـ ECX أضطر وين؟ أخزنهم بقمة الستاك.